ولهذا قلنا أن ترحموا بالغيث. اللهم أغثنا غيثا نافعا، اللهم أغثنا غيثا نافعا، اللهم أغثنا غيثا نافعا. وما حبس الغيث إلا لذنوبنا، لذنوب العباد يعني، ولكن الله غفور رحيم. ماذا يقولون لربهم حينما يقتلون الأبرياء؟ أطفال صغار شيوخ كبار مدنيون في ديورهم ولا في بيوت الله ولا سبحان الله. الكفر ليس على الإصرار باش ماشي واحد يقلب الكلام تاني، لأن الكاين اللي كيشدو من الفوق ويقلبو. ليس الكفر على الإصرار، لا، الإصرار وأصلا بدون ما ذكرت لا يكفر به صاحبه لأنه مجرم معصية، بمعنى إنه تحت المشيئة، حتى إذا مات غير تائب منه فهو تحت المشيئة، إن شاء الله رحمه وإن شاء عذبه.